بيك. صحيح خدمة جيت وقت حكينا مزيت نلعب في صفاقس فما شوية عضوض من فرنسا من بعد الكوب دو موند مع تلوجها جيت الأولمبيكوس اليوناني فرحان أنا بالشو هذا نلعب في جامعة كبيرة حاليا نلعب ديما في أوروبا ليج ولا شامبيونز ليج دونك ريت مشي أطلع إن شاء الله نكون قاعد نستفيد غادي إن شاء الله نحسن من روحي. والله صحيح شوف بون ما نقولوش واحد ما خرجش من باب الكبير لا وما خرجش من باب الصغير انا دخلت بعقلية كوني دخلت الجامعة كبيرة استحضنتني استضافتني عطتني الشانس عطتني الثقة جمهور عطاني الثقة جمهور حبني اسرت ماما معناتها الجمهور يهز لي ديما المورال ويعاونني ويقول لي كان في الكلمة الباهية عملت 3 سنين ونص باهي نتصور بالخايب نتاعهم بالباهي مالوريزمون ما هزيتش فيهم دي تيتر حبيت نز دي تيتر ما هزيتش من نتصور ما بخلتش حتى نكتة علاقة على النادي ديال صفاقسي لعبت بكل ما عندي جات الفترة الأخرى كوني معناتها فما شوية مشاكل بيني وبين الإدارة ومازال عام في الكونترا ونحبو نجدو باش مانيش عارفين باش نخرج ولا مع واحد علاش يقدر روندمون طاح شوية في الفترة الأخيرة كاو تلمت المشاكل هذيا الكل وقتها قعدت ما لعبتش 3 ماتشات ولا 4 ماتشات من بعد الحمد لله لعبت 2 ماتشات الاخرانيين وكملت الماتش الاخر ضد النادي الافريقي من وقتها مشيت لعبت كوب دو موند ومشيت للاولمبيكوس. والله ايش باش نقول لك بون مش انا باش نقيم ايمن اليوم خاطر هو اكثر مني اكسبيريونس اكثر مني كوره لعب اكثر مني مي ما نتصورش فما واحد في تونس ينجم اليوم يشكك في قدرات ايمن ولا يشكك في مسيرته بدا بشوية بشوية مشى لالمانيا رجع ليتوال من بعد مشى لفرنسا اكيد خدم اكيد صبر اكيد راه تظلم معناتها مش بالساهل باش تمشي تلعب في فرنسا بعد لعب مع موناكو شامبيونز ليغ اليوم نلقاو في فالونس ومن بعد يرجع طاح المسير شوية مي كمسيرة كروية محترمة انا من رايي ديما نقول معناتها قناعاتي الشخصية ديما صعيب واحد باش ياخذ لو نيفو صعيب برشا مي الاصعب من هذا باش واحد يقعد في لو نيفو هذا باتشي دي ما استسلمش شوف خدم شوف وين وصل. والله اكيد باش نتظلم مش ما نقولكش ما ظلمتش اكيد باش نتظلم في بعض الاحيان باش نتظلم مي الحمد لله بالخدمه وبالصبر وبالثقه في النفس بقدره ربي ديما واحد في ريتم باهي ان شاء الله. مثلا اكزامبل صغير كما في الاولمبيكوس في العام هذا مشيت بديت نلعب بديت نوري في امكانياتي من الاول من بعد صارت لي شويه مشاكل مع المدرب وليت معناتها كما نقول احنا انا نخدم ونجي اخر فان سيمين ما لقاش اسمي في الليسته نتاع معناتها نتاع العباد اللي باش يمشي للماتش نتاع كونفوكاسيون بامال دو فوا 3 4 ماتشات 5 6 من بعد جاتني الضربه معناتها ما كانتش كيما نقولوا نحن ما كانش عامل جيد ليا انا دونك هذا كل بالنسبه لي انا ظلم معناتها خسرت برشا ماتشات تظلمت في الروندمون من بعد بشوي الواحد ما استسلمش بدا يرجع بدا ياخذ شانس بدا يوري لونتون اللي يستحق بدا لعبات تقول اي السيد هذا يستحق دونك الحمد لله توا رجعت نلعب وجاوي به. بدايتي كانت في جامعه اريانا جامعتي الام اللي كونتني معناتها وعلمتني كيفاش نلعب الكرة من بعد 17 عام بطلت الكرة لأن ظروفنا العائلية ما كانتش ولا بد معناتها خرجت باش وأنا مانيش قراي معناتها بطبيعتي من وأنا صغير خرجت باش قررت باش نخرج نعاون الوالد نخدم شوية باش معناتها نعاون الوالد في شوية مصروف دونك بطلت الكرة بوندون أن أو أن أو إدمي قعدت نخدم على روحي ومن بعد تو دانكو كلمني بريزيدون اريانا اللي هو معناتها صفاقسي توا كلمني وقال لي نحبك ترجع تلعب معانا وكذا ونخلصك معناتها انا لا ميم سالير نتاع الشهر معناتها نتاع الشهر اللي كنت نخدم بها البلا دونك هكا ورجعت لريانا ومعناتها كيما نقول نحن بديت نخدم على روحي وبشوي بديت تتحل في وجهي برشا خدمت في الكوشه خدمت ميكانسيان خدمت 8 شهور يمكن طول ودينا في حي خضرة برشا خدمنا قشر البطاطا عملنا كل شيء الصغر هذا الصغر الله إذا ما تمرش هكا بالصغر
ما تحسش علاش نقول لك اذا ما تظلمش، هو ما نسميه الظلم انا، مما اذا ما تخدمش وتتعب ما تحسش بلذه الانتصار من بعد. اذا كل شيء يجيك على طبق هكا وكذا ما تحسش باللذه، ما تصورش. الحمد لله الحمد لله، ديما نقول الحمد لله يا ربي من قبل وتوا، ديما الحمد لله. العبد تعب ونتصور ربي جزاه، ان شاء الله العبد ديما يقعد يخدم، وان شاء الله ديما ساقي في القاعة، وديما يغزل القدام، وديما يطمح الماخير ان شاء الله. والله شوف، اول ما مشيت بلاد صعيبة، الكذب على ربي علاش، واللونغ صعيبة، وانا ما كنتش نحكي انجلي. الحمد لله توا نحكي انجلي بالكدي، قبل ما كنتش نحكي، معناتها ما كنتش نقرا انجلي، ما حكيتش. الماكلة غادي مش حلال، هذا اول حاجة، الحاجة اللي لقيتها صعيبة برشا. واللغة مي توا صافا غادي، يا ربي ان شاء الله يسامحني، ناكل الدجاج، ما عندي ما ناكل، ناكل الدجاج نقول يا ربي ان شاء الله يكون حلال، ندعي ربي ان شاء الله يكون حلال. ما فماش ماكلة با الحوت غادي، ما فما، ما تنجم تاكل حتى شيء، فهمت، باقي كل شيء حرام، كل شيء مخنوق معناتها. مي توا صافا الحمد لله. اول ما مشيت، أول ما مشيت خليت تاكسي جاتني للدار، خاطر غادي كل شيء بالابليكاسيون. قلت له على سونتر نتاع لونتينمون اللي باش يزني لي، هزني سونتر جماعي أخر. وأنا نتاعنا مع ثلاثة غادي وخويا، وأنا نتاعنا الأربعة ومع ثلاثة لازم تكون في السونتر قبل بساعة. وإذا ما جيش مع ثلاثة ما لازم ما تانيش عندهم، هما القانون ما تانيش، ما تخش ترانات عندك معناتها غياب. دونك أنا نشوف الثنية، خاطر مشيت مرتين ولا ثلاثة بالتاكسي، من بعد نشوف الثنية ما نجمش نقول له أنا مشاي، خاطر ما نحكيش أونجلي. وهو ما يحكيش انجلي، هو يحكي كان يونان، ما فهمتش كيف باش نقول له. يعني حسيلو ما وصلت كان الخمسة على شيء للسونتر اللي انا حاشي بيه. خويا بيبليك خيالي، خيالي بأتم معنى كلمة، لازمك تجي تشوفها على عينيك، ما تصورش. عنا بيبليك خويا، استاد كل ماتش 45,000، هو استاد يس 45,000 كل ماتش، ماتش كبير ماتش صغير. بون تختلف في الامبيونس اكيد، معناتها في الكلاسيكوات، في الديربي، في الاوروبا ليغ كذا، تشوف معناتها لقطات معناتها مش عاديه، فهمت. انا ماتش، اول ماتش كلاسيكو ليا بدي نص ساعه دوتا، خويا من الفلام ماتش، ما عادش شوف شيء، ما عادش شوف شيء، وتيران كامل اللي تاتش مش كان فيراج. خيالي خيالي، بيبليك خيالي، ويحب جمعيته برشا برشا اكيد. بون انا في البولات ما لعبتش، كان ثلاثه ماتشات في البولات بحكم الاصابه وبحكم الاول معناتها كذا، مي من بعد لعبت لويتيام لالي ودوتور معناتها كونتر دينامو كييف. امبيونس باهيه، تتعلم منها، تشوف الكره الحقيقيه كما نقولوا نحن، تدخل تلقى الموسيقى نتاع الاوروبا ليغ كذا، تعطيك شحنه كي معنويه باش تعطي كل ما عندك في سيرتيرا. حقيقة نتمنى لأي جوير معناتها في تونس يخرج ويلعب، وإن شاء الله يلعبوا الأوروبا ليغ، وإن شاء الله يلعبوا الشامبيونز ليغ، خاطر حاجة ماهيش سهلة. أكيد كنت في جمعية كبيرة برشا اللي هي ميلان، وأنا نحبها برشا الجمعية، وبرشا دي كرون جوير يلعبوا فيها وقتها، هيغوايين، برشا برشا جوير كبار. يقعد لي منو كون نجي نهار نقول على العبد في سانسيرو ولعبت كونت الميلان، واكيد راني باش تعلم منه اكيد. لا كذب على ربي علي، ما كنتش نعرف حتى ايطاليا، انا مش ميلان، كنت ديما لاج دو سيزون 17 ديما نحكي مع بابا، خاطر هو ديما اللي معايا، نقول له ساعات نتفرجوا في الترجي، ولا تفرجنا مره في بيجا ودار شكون كوب وقتها، نقول له زعما جينا نلعب في رادس، اي زعما نقولوا جينا نلعب في رادس نلعب حد. وبابا سبحان الله ديما يقول لي، معناتها الانسان الوحيد اللي معناتها كما نقول نحن ثقته فيا كبيره برشا، معناتها ديما يقول لي يخدم وتربي سبحانه يحل في وجهك، يخدم وتتلقى روحك. لين في الوقت هذا الحمد لله لعبت في رادس وخرجت. والله صحيح، من قلت لك انا بعد 8 ولا 9 ماتشات اللي لعبتهم معناتها صار لي شويه مشاكل في النادي، ما لعبتش مع البليسيور اللي خلطت لي، معناتها قعدت 2 موا ما لعبتش. جات الفتره الشتويه معناتها تاع ديسمبر تاع الانتقالات، برشا عباد قالوا برشا عروض من السعوديه، برشا عروض من الترجي. مره صدقني كلمني الوالد قال لي راه موزايك، قالوا لي انت في مطار تونس كارتاج بالحق، وانا مزيت متلانه كمان لونتيرمون في اليونان، معناتها مزيت كمان.
برشا يقولوا متى جي من السعوديه وكذا، مي الحقيقه ما فهمياش معناتها اوفيسيلمون بالنسبه لي انا ما فهمياش حتى عرض. حتى كي حكيت مع النادي نتاعي قلت لهم راني نرغب باش نخرج معناتها مادام اني ماشي نلعب نخرج بريا نمشي نشوف جمعيه نلعب فيها. قالوا لي لا نحن عندنا ثقه فيك ومتشبثين فيك وحاشنا بيك، تحب نحبوك ترجع من البليسيور ان شاء الله وباش تعطي ضمان حاشنا بيك. والله صحيح انا بدي كيفك، انا قاعد نتسائل ما نعرفش بتيتر يمكن الترجي في الفترة الأخيرة ديما يحكيو على الديفونس، ديما فما مشاكل في الديفونس بتيتر كي بون ديما باش يختار لك الأكسيال اللي في الوقت هذاك اللي هو معناتها يعطي في روندمون على الأكثر الأقل. نتمنى له إن شاء الله توا في الشامبيونز ليغ حظ باهي وإن شاء الله يهزو الشامبيونز ليغ. بخير راك تشوف فيه هاني وهنيد ما شاء الله زوز ولاد صغار، زوز ولاد مازالوا يتعلموا الكرة، مازالت الكرة قدامهم، واحد 22 زوز معناتها مازالوا صغار بالكدا. إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله يعملوا مشوار به إن شاء الله. والله صفاقة سنة لعب فيها 3 سنين ونص عندنا مشكلة ولتو ما فهمتها شنيا، كنا ما نشدوش نفس للأخ. حتى كي لعبت فيها أنا حتى عملت شامبيونا مع شباب الليل تتذكر جبنا 72 نقطة ما جينا 30 في الأخ، ما شدوش نفس للأخ ما نعرفش علاش. جلوبالمون سنية صفاقس جماعية باهية، وليدات صغار يعطيو في روندمون باهي، قاعدين يوريو في كرة مزيانة، مي كيما نقولو نحنا مالوريزمون توا خرجوا من الكاف، خرجوا من بون شامبيونا مازالو يلعبو على دوزيام بلاس، منطقيا حسابيا مازالت، مي منطقيا مازالو يلعبو معناتها. زيرو بعد دوزيام بلاس، دونك ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله العام الجاي يعملوا حاجه بيها زوتي تروي ان شاء الله. بون في الدار ما نتفرجش برشا خاطر ما عنديش قنوات تونسيه غادي، مي اكيد نتبع ساعات ندخل الفيسبوك، ساعات ندخل الباج نتاعكم هنا معناتها نشوف الريزلتا نشوف البونتوات، ديما نتبع خاصة معناتها صفاقس ديما نحكي مع بريسك ما نقولش ماتش معناتها كل ماتش. كل زوز ماتشات 3 نكلم حمزه نحكي شنو سافا الامور كذا كذا كذا، هو يسال عليا نسال عليه ديما نتبع في الوليدات صحابي خاطر. والله شوف نحنا او الفرق اللي هو في الريتم معناتها ريتم الجو في اليونان بعيد شو ما بعيد شوي على تونس اكيد معناتها الريتم اعلى، تكتيك مو لعبات خير منا معناتها بالكدا، تكنيك مو خير منا هوني بالكدا، دونك العبد قاعد يتعلم ويتحسن غادي بشوي بشوي. النظام ما شاء الله ما غير ما نقول لك ما تلقاش دبوزه طيشت في استاد، مستحيل مستحيل تلقى حاجه صارت هكا من واحد من الجمهور ولا كذا. النظام كره حقيقيه، حقيقه كره حقيقيه. والله برشا جينيراسيون باهيين تعداو، مي نتصور توا العامين هذوما نتاع ليكيب ناسيونال جينيراسيون باهية لازم تس حاجة، ما لازمش تعدى كيكا معناتها من لا شيء، كيما فرجاني كيما بن عمر كيما غيلان كيما يوسف معناتها وهبي نعيم، هذوما عباد يلعبوا قدامي نشوف فيهم معناتها نعطي فيهم في الباسيات نشوف فيهم حقيقة ملاعبية معناتها من طراز عالي معناتها ما لازمنيش نتعدى. وأنا واحد من الناس ديما نقول ما لازم جينيراسيون هذي تتعدى من لا شيء، لازم تقعد كوميم كيما قبل جينيراسيون زياد جزيري كذا قالوا هزوا كوب دافريك ويقعدوا ديما يقولوا راهم هزوا كوب دافريك مشاو لكوب دو موند، نحن اوكي مشينا كوب دو موند، ما ناقصنا ديما كاس افريقيا، لازم نهزوا كاس افريقيا، لازم نعملوا حاجه بها في كاس افريقيا باش كوميم نعرف في تاريخك في ليستوار نتاعك تقول عملت ما تعديتش الشكاكه معناتها بعد الخط كيما نقول. شوف في الكوره ماهيش حكم صحيح، كرة القدم ماهيش حكم صحيح، والحكم مسبقا عندي انا ما يعني لي حد شيء، شيء هذا ما يعني لي حد شيء، خاطر حتى كي تسال الكبارات تاع الكرة في العالم كامل عمره ما يقول لك توتنهام ليفربول هي فينال شامبيونز ليغ، مستحيل واحد يحط لك توتنهام هي فينال شامبيونز ليغ، دونك الكرة مش علم صحيح، هو قال هكاك على روحه معناتها نحترموه ونقدروه ما يخلي يقول على روحه، نحن عندنا جينيراسيون باهية عندنا ستاف باهية عندنا إدارة باهية قاعدين نخدموا على رواحنا إن شاء الله نتوجوا إن شاء الله العمل نتاعنا هذايا بحاجة باهية إن شاء الله في الكوب دافريكا هذايا. والله شوف أنا في قناعاتي إن شاء الله نمشي كوب دافريكا عام السنة وإن شاء الله نلعب ونعمل كوب دافريكا باهية كأس أفريقيا باهية
ونعمل 16 باهين في اولمبيكوس باذن الله في الشتاء معناتها في ديسمبر قاعد نخاوم نمشي جماعي باذن الله ما خير. ديما العبد يطمح وديما اكيد يخدم على روحه وعلاش لي ربي على كل شيء قدير. ليه سالوني معناتها شنو هي الكيبه المفضله اللي تحب تلعب فيها في العالم؟ قلت لهم ريال مدريد، انا نحب ريال مدريد معناتها علاش ليه الجوالات. انا ديما نقول حاجه عندي قناعات زعما الجوالات اللي يلعبوا توا في ريال مدريد كانوا قبل تولدوا ديريكت يلعبوا في ريال مدريد، اكيد قبل كانوا هما صغار خدموا حلموا اللي هما يلعبوا في جماعه كبيره كيما ريال. ونحكي مع صحابي ساعات حتى في ريانا وانا في الديفيزيون 4 نقول لهم زعما نلعب في ناسيونال اي جينا، يضحكوا علي برجع بيت تضحك علي يقول لي بجاي بيبقى نمشي ترينا فاش تحكي برجع بيت مي تو الحمد لله العب بالعاود في ناسيونال اي هاو خرج من الناسيونال مش المخي من الحمد لله فهم شيء مستحيل في الدنيا. انت تطمح وانا نطمح نخدموا نصبروا كذا بسهل سهل ما سهلش ما سهلش. والله يا ان شاء الله نعملوا كاس افريقيا باهيه السنه وان شاء الله نوصلوا فيها البعيد وان شاء الله نفضحوا جمهورنا معناتها وان شاء الله نفضحوا تونس المتعرفه في تونس ولات كانت كرة تفرح حقيقه معناتها البلاد مش ولا بد دونك ان شاء الله نفضحوهم وان شاء الله رمضانهم مبروك وان شاء الله كل عام وحيين بخير.